لما تطلع الأشياء عن السيطرة بضل في شيء فينا نسيطر عليه، وهو طريقة تعاطينا مع الأمور ونظرتنا إلها. ما تخلوا الخوف من المجهول يسيطر عليكن. ذكروا حالكن دايماً إنه اللي شرب من البحر ما رح يغص بالساقية، ويلي قطع جبال ما رح تصعب عليه الوديان. فكروا بإيجابية وتصرفوا بإيجابية لتكونوا أنتو شي الإيجابي الموثوق بالنفق المظلم والمجهول. وإذا حسيتوا إنكن عم تفقدوا السيطرة، وقفوا لحظة وخدوا نفس. اهتموا بصحتكن النفسية وخلوها هي الأولوية، لأن مفتاح الصحة والاستمرارية. وبالآخر ما في نفق إلا وإلو مخرج، وما في عتمة بالدوم. صحتك النفسية أولوية.